إذن كيف ما وصفت في البداية، هو موضوع حساس جدا ولحد كبير في الثقافة وفي المجتمع ديالنا. غادي نتكلموا عليه أولا من الناحية الطبية ومع الدكتورة نادية مزيان متوكل طبعا اللي هي أخصائية في أمراض النساء والتوليد، وغادي نتكلموا عليه كذلك من ناحية الفحص عليه على خشاء البكرة مع الأستاذة خديجة الروقاني. أولا بغينا نصحوا بزاف ديال المفاهيم والأفكار السائدة لحد الآن في المجتمعات ديالنا. بغينا أولا دكتورة إلى سمحتي نادية مزيان متوكل تعرفينا بغشاء البكرة شنو هو؟ أهلا وسهلا، موضوع مهم كما قلتي لا سميرة. غشاء البكرة هو غشاء كيفصل بين الأعضاء التناسلية ديال البنات والسيدات، الأعضاء التناسلية الخارجية والأعضاء التناسلية الداخلية. وما يمكنش ما نحبسكش، لأن احنا بالنسبة لنا غشاء البكرة البنات ماشي السيدات، أنت قلتي لهم بجوج. لهم بجوج حيت كيبقى كيبدا يتبدل. هنا غادي نعطي تفسيرات. دونك هنا فين كاين الغشاء البكرة؟ هادو هما الأعضاء التناسلية الداخلية، يعني المهبل، الرحم، القرون، المبيضين. غشاء البكرة موجود هنا، كيفصل بين كما قلت الأعضاء التناسلية الخارجية والبدية ديال المهبل. هو على شكل غشاء كتزاد به البنت في 93% فصيلات السعود، في واحد النسبة قليلة تقدر البنت ما تزادش به، ما كاينش لا جينيزي. كنعرفوا ان في جسم الانسان مره ما كيكونش عضو، كاين اللي كيتزاد بلا يد بلا رجل ولا بلا قلب ولا هنا، كاين البنات اللي تزادوا بلا غشاء البكرة. هنا المشكل فين هو المشكل؟ الا ما كانش غشاء البكرة صحيا ما كاينش مشكل، الا كاين غشاء البكرة ما كاينش مشكل. كيبقى مشكل واحد الا الغشاء البكرة كاين ولكن مسدود. مسدود شنو هو العادي اولا؟ كيفاش تيكون غشاء البكرة اولا عادي يعني في الطبيعه ديالو؟ كيكون في غالبيه الاحيان كيكون على شكل غشاء، يعني عنده واحد الشكل اللي كيختلف من بنت لبنت ومن البنت المرأة المتزوجة والمرأة اللي ولدت ولادة طبيعية. هو في الغالب الأحيان كيكون عنده واحد الشكل هكذا تقريبا دائري، سطر على تقريبا دائري، حيث الأشكال أشكال متنوعة. ربي خلقنا مختلفين، وخا سواسية في الحقوق ولكن مختلفين بالنسبة للأعضاء ديالنا. دونك في الغالب الأحيان كيكون دائري، الشكل ديالو يقدر يكون طويل، يقدر يكون عريض، هذا الشيء غير. ولكن اللي العامل المشترك شنو هو؟ العامل المشترك انه كيكون دائما، شكرا على السؤال، دائما في نفس المكان، حيت بزاف الناس كيسالوا كيقولوا عندي البكره لداخل، عندي البكره قريبه، عندي لا، في نفس المكان اللي هو البدايه ديال المهبل. دونك كيكون الوظيفه دي ما عندوش شي وظيفه بكل صراحه اللي كتهم الصحه بصفه عامه. كيف ما قلت، المشكل الوحيد اللي كيتطرح وكيستدعي تدخل الطبيب ملي كيكون هذا الغشاء البكره مسدود. هذا تعني بانه طبيعيا ماشي مسدود. طبيعيا ماشي مسدود، فيه فتحه. وهذا الشيء سائد حنا عندنا في المجتمع ديالنا. بالنسبه لنا غشاء، بعدا غير فاش نقولوا غشاء يعني راه مسدود، غشاء راه مسدود. واش طبيعيا الغشاء كاين مسدود؟ لا، غشاء خاصو يكون محلول. علاش ملي كيكون محلول؟ علاش خاصو يكون محلول؟ كنعرفوا ان الرحم وان عندنا الدوره الشهريه، وقبل من الدوره الشهريه كاينين الافرازات اللي كتبدا ملي البنت كتبلغ، كتجيها كتبدا لا بوبيرتي، يعني كيبداو افرازات مهبليه وديال الرحم. ومن بعد ملي كتجي الدوره الشهريه كنفهموا بسهوله انها خاصها تخرج. دونك الا كان الغشاء البكره مسدود، هاد دم الحيض ولا الافرازات المهبليه وديال الوالده غتبقى تجمع. منطقي، غتبقى تجمع بشويه بشويه بشويه. دونك البنت كيجيوها العلامات ديال الدوره الشهريه ولكن ما كاينش دم الحيض. السؤال اللي تيفرض نفسه، مادام ما كاينش غشاء مقفل مسدود، علاش السيدات اول جماع ديالهم الفتيات تيسيلوا بالدم؟ فعلا، دونك كنعرفوا ان هذا الغشاء هي واحد الحمى رقيقه
اللي فيها بحال الانسجه ديالنا. حنا هنا غير باش نمثلوا شي شويه باش نبينوا بان راه ماشي مسدود. كيكون هكذا وفيه عريقات ديال الدم. ملي كيكون اول جماع على حسب الطبيعه ديال الغشاء. بزاف ديال الغشاءات الا قدرت نقول هكذا غادي يبداو يتحلوا وهذوك العريقات غادي يبداو يدوزوا. دونك هنا كيكونوا قطرات ديال الدم. ولكن اللي غنبغي ناكد عليها كاين واحد النوع ديال الغشاء البكره. انا في حقيقه ما كرهتش نبدل هذا غشاء البكره، ندير غشاء مسدود بالنسبه لينا، ندير غشاء المهبل حيت صابخيت كونفوزيون هاد البكره. دونك من بعد ملي كتكون علاقه زوجيه هاد الغشاء اش كيوقع له؟ كيبدا كيتجبد وكاين واحد النوع سي ليمان الاستيك ليمان كومبليزون، يعني كيتجبد بلا ما كيتقطع. فوالا مطاطي بلا ما كيتقطع. هذا تعني ماشي كل الفتيات معرضات انهم ينزفوا في ليله العرس ديالهم؟ ماشي البنات كلهم غادي ينزفوا حيت على حسب النوعيه ديال الغشاء. حنا في العمل اليومي كاين بزاف ديال الناس وبزاف ديال البنات وبزاف ديال الوالدين كيبغيو يفحصوا هذا الغشاء ديال البكره ولا الغشاء ديال المهبل. مساله مقبوله، يعني كنمشيو كتجي عند الطبيب كيفحصها كيعطيها واحد المجموعه ديال المعلومات اللي هي باغياهم هذيك البنت ولا يعني هذيك البنت باغاهم ولا ديك السيده باغاهم. دونك هذه المعلومات كيبقاو في اطار طبي محض، حيت كنعرفوا ان الدور الطبيب شنو هو؟ هو يعالج الامراض، يتفادى الامراض، ويحافظ على الصحه كما عرفت بها المنظمه الصحيه العالميه. والسير المهني كذلك. والسير المهني، يعني الصحه الجسديه، الصحه النفسيه، والصحه الاجتماعيه. دونك وكيبقى هذا الفحص كما قلتي لا سميره داخل في نطاق السير المهنه، وكما كنقولوا باللاتينيه بريموم نو نصيري، يعني الطبيب كيفحص ولكن ما خاصش الفحص ديالو يعطي أداة للإنسان. واخا أنا بغيتك تهزي هذوك بجوج، يعني غشاء البكرة كيف ما حنا تنتخيلوه هكذاك مسدود، الناس اللي ما تيشوفوش راه كاين تما كاين واحد الغشاء شفاف، فوالا، هذيك حالة مرضية. حالة مرضية وي. هذه حالة مرضية لأنه الطبيعي هو الآخر اللي غادي يسمح بالعضو ديال الرجل انه يدخل ولكن بطريقه سلسه على حسب طبيعه ديال غشاء البكره، واش مطاطي ولا ماشي مطاطي، وبالتالي فالنزيف ماشي ضروري. ماشي ضروري. دونك هذا النوع هذا ديال الغشاء اللي مسدود هذا كيستدعي تدخل الطبيب ضروري ومؤكد، والا هذه اللي تنعيطوا لها في الصفحه ولا شعيطوا لها عاوتاني صفحه، كلمه اللي عندنا بزاف في المجتمع المغربي كتقول لك صفحه ومشيت عند الطبيب هو اللي حل باش نقدر نمارس الحياه الزوجيه ديالي. دونك هاد الليمان هاد البكره اللي مسدوده كتستدعي تدخل الطبيب حيت مشكله صحيه محضه، والا كيف ما قلت دم الحيض غتبقى كتجمع من المهبل للرحم وكتقدر تخرج وكتقدر تعطينا لوندوميتريوز، يعني المرض ديال البطانه الرحم المهاجره، وكنعرفوا المشاكل الصحيه والمشاكل الانجاب ديالها وعاد الالم ديال كل شهر ديال الدوره الشهريه. هو الموضوع طبي محض نسوي محض، لكن بالنسبه لي حتى انايا وبالنسبه بزاف المشاهدين هو اجتماعي كذلك، لان بزاف ديال الاسر تتكسر وتتفرق على ود معتقدات خاطئه، فياريت العلم يوصل لكل البيوت ونعرفوا الطبيعه ديال الاشياء قبل ما نحكموا على طفله او شابه او لا سيده. عندك اضافه دكتوره؟ عندي اضافه، حيت الفحص ديال الغشاء البكره كيديروا الطبيب ما كاينش مشكل، ولكن كاين واحد الفرق بين الفحص اي لو سيرتيفيكا دو فيرجينيتي، هو موضوع شهاده العذريه. هذه طرحه مشكل، وهنا غنخلي الاستاذه روغاني اللي غتتكلم لنا على هذه النقطه. حنا اللي